طيب لو سألتك توقعك كنتيجة لمباراة القاهرة تكون النتيجة كام كام؟ أقول لكم إعطاء نتيجة في مباراة، أتوقع نتيجة في كرة القدم. أنا كنت أتمنى رؤية الفريقين في كأس العالم، لكن للأسف سوف يكون فريق واحد منهم فقط. إذا لكن أنا أتمنى أن يكون السنغال هو الفائز، لكن ولذلك وأؤكد لكم نقطة مهمة، صعب على الفائز بطولة الأمم الأفريقية أن يشاهد كأس العالم من المنزل. طيب سؤالي الأخير ليك، هل أحزنك أنك السنغال أوقعته الكرة مع المنتخب المصري في هذه المرحلة؟ كنت تتمنى منتخب آخر غير المنتخب المصري؟ اليوم في كرة القدم لا يوجد فريق سهل، حتى لو لعبنا ضد فريق آخر لن تكون الأمور سهلة أيضا، ونحن نعلم أننا نلعب أمام الفريق الحاصل على أكبر عدد من الألقاب، وهذه سوف تكون نقطة صعوبة لنا، لكن هذا لن يحدث مشاكل. نحن أعتقد أن الحالة النفسية والذهنية للاعبين، نحن تعلمنا جيدا من الدروس السابقة، وعندما فزنا في نهائي بطولة الأمم الأفريقية كان بفضل الحالة الذهنية، ونحن نقول دائما أن بعد المباراة ننسى النتيجة ونجهز أنفسنا لكل المواقف وكل الاحتمالات القادمة، لذلك نحن نجهز أنفسنا لكل السيناريوهات المحتملة. وهذا الفريق، أؤكد لكم أنه هذا الفريق قدم السعادة على طبق من ذهب لشعبه، وأعتقد أنه لن يتنازل عن تقديم السعادة مرة أخرى لهذا الشعب.